سواء كان مسابقة زد رصيدك أو مسابقة زد فرصتك وبقية المسابقات الموجودة اللي تفاعلنا فيها طيل الأيام أو الأسبوع الماضي. راح نشوف هذا الربورتاج معكم أنتم ونعود مع مسابقة الأخيرة أو المسابقة الأخيرة للبرايم مع 6 المتسابقين. متابع. طبعا اليوم يوم الشغل الحلو، شغل الكوكتيل، شغل العصيرات، نبغاها. فاشكركم على تشجيعكم. يعني يا لم الله، انا الحين ما ادري الهوى عليه ولا لا، انتوا عرفتوا كيف. المسابقات هي المنعطف الحاد في تحديد مصير المتسابقين. يلا نشوف الحين. ستوب. استري عبد الله هنا. بسم الله. 180 جرام. عين يجري نهر. الدنيا بعد هذا السؤال وحظك. في روسيا، في النمسا، في ألمانيا. رقم 2 لحبيبنا سلمان 50 ريال. هذه حركة آخر شيء يطلع جايبة. أما 50 جرام ولا 2 كيلو. تسلم لي يابا، تسلم لي يابا. يلا حي الله. بسم الله، ما أجملها من كلمة. أنت بتكفي أبوك. باقي واحد. كم 200 ريال. 200 ريال. ألف مبروك يا راجح. إما النجاة من البرايم أو البقاء بين أسوار القرية في ظل ارتفاع الأرصدة وانخفاضها. تخبل. لا والله فيها خروج. الله أكبر، خروج 24 ساعة. الله أكبر. 24 ساعة. زغرتي أم الدنيا وقولي لكل الدنيا أنا مصر. كان يوم فرحت لما شبابك حقق ليك النصر. مسابقة زد رصيدك مع سامي الجعوني. موجودة مثل ما انتم عارفين انها برضو موجود عندنا خروج 24 ساعة، سواء اللي حاب يطلع فيها او يبيعها لأي طرف اخر، سواء كانت هدية 24 ساعة او الهدايا الثانية. مسابقة زد فرصتك مع ياسر العباس. طيب نبدأ على بركة الله الأسئلة. بسم الله. والمنافسة ونقول السؤال الأول. مسابقة ميزادك مع سعد القحطاني. 180 جرام.